السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. لما أصبح الحسين يوم عاشورا وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. فجعل زهير بن القين في الميمنة، وحبيب بن مضاير في الميسرة، وثبتا هو عليه السلام في القلب، وأعطى رايته العظمى أخاه العباس، وجعلوا البيوت في ظهورهم. وأمر الحسين عليه السلام بحطب وقصب أن يجعل في خندق كانوا حفروه، وأن تضرب به النار فلا يأتيهم العدو من ورائهم. وعبأ عمر بن سعد أصحابه، فجعل عمرو بن الحجاج في الميمنة، وشمر بن ذي الجوش في الميسرة، وعلى الخيل عزرة بن قيس، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، وأعطى رايته ذويدا مولاه. ولما نظر الحسين عليه السلام إلى جمعهم كأنهم السيل المنحدر، رفع يديه بالدعاء قائلا: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففروجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. وأقبل القوم يجولون حول معسكر الحسين عليه السلام، وينظرون إلى النار تضرم في الخندق. فنادى شمر بن ذي الجوشني بأعلى صوته: يا حسين، تعجلت بالنار في الدنيا قبل يوم القيامة. فرفع الحسين عليه السلام رأسه قائلا: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. فقالوا: نعم. فقال عليه السلام: أنت أولى بها صليا. فقال له مسلم بن عوسجة: يا ابن رسول الله، جعلت فداك ألا أرميه بسهم؟ فمنعه الحسين عليه السلام وقال له: لا ترمه، فإني أكره أن أبدأهم بقتال. وجاء رجل من بني تميم يقال له عبد الله بن حوزة، حتى وقف حيال الحسين عليه السلام، فقال له: أبشر يا حسين بالنار. فقال عليه السلام: بل أقدم على رب رحيم شفيع مطاع.
ثم قال: من هذا؟ قالوا: ابن حوزة. قال عليه السلام: حازه الله إلى النار. فاضطربت فرسه في جدول فعلقت رجله بالركاب ووقع رأسه في الأرض ونفرت به الفرس، وعجل الله بروحه إلى النار. ثم دعا الحسين عليه السلام براحلته فركبها وتقدم نحو القوم ونادى بأعلى صوت يسمع جلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي، وحتى أعذر إليكم، فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا رأيكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم حمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله، وصلى على النبي وآله وعلى الملائكة والأنبياء. ثم قال عليه السلام: أيها الناس، فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين المصدقة لرسول الله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ أولم يبلغكم ما قال رسول الله لي ولأخي؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق فوالله ما تعمدت كذبا منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن ساعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله إلي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ ثم قال لهم الحسين عليه السلام: فإن كنتم في شك من هذا أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم، أتطلبونني بقتيل منكم قتلته؟ أو مال لكم استهلكتم أو بقصاص جراحا؟ فأخذوا لا يكلمونه، فنادى عليه السلام: يا شبث بن ربعي، يا حجار بن أبجار، يا قيس بن الأشعث، يا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخضر والجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندا؟ فقال له قيس بن الأشعث: ما ندري ما تقول، ولكن انزل على حكم بني عمك فإنهم لا يرونك إلا ما تحب. فقال له الحسين عليه السلام: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون،
أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم إنه أناخ راحلة وأمر عقبة بن سمعان فعقلها وأقبلوا يزحفون نحوه. فخطب زهير بن القين فيهم خطبا ثم تلا برير بن خضير خطبة أخرى. كلب القوم ووعظهم وما سمعوا له. ثم تقدم الحسين مروة أخرى وخاطبهم مروة أخرى وهو يقول: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غروته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومما قال: فنعم الرب ربنا وبئس العباد أنتم أأقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد. ثم أنتم رجعتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. تبا لكم أيتها الجماعة وترحم أحين استصرختمونا والهين. فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم. وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم. بغير عدل أفشوا فيكم ولا أمل أصبح لكم فيه. فهلا لكم الويلات. تركتمونا والسيف مشيم والجيش طامن. والرأي لما يستحصف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبام. وتداعيتم إليها كتهافت الفراش. فسحقا يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب. ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان. ومطفئ السنن أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون. أجل والله الغدر فيكم قديم. وشجت إليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم. فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. بين السلة والذلة وأيهات منا الذلة. يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية. من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلة الناصر. ثم أيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس. حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عاد عهدوا إلي أبي عن جدي. فأجمعوا أمركم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.
إن ربي على صراط مستقيم. ثم رفع يدي نحو السماء وقال اللهم أحبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنينا كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف فيسومهم كاسا مصبرا فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم نزل عليه السلام ودعا بفرسه فركبه وعبأ أصحابه للقتال. ثم جاء الحر بن يزيد الرياحي إلى عمر بن سعد فقال له أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إي والله قتالا أيسر أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. قال الحر أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضا؟ قال عمر بن سعد أما والله لو كان الأمر إلي لفعلت ولكن أميرك قد أبى ذلك. فأقبل الحر حتى وقف من الناس موقفا ومعه رجل من قومه يقال له قروة بن قيس فقال يا قروة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال لا. قال أما تريد أن تسقيه؟ قال فظننت والله إنه يريد أن يتنحى فلا يشهد القتال وكره أن أراه حين يصنع ذلك. فقلت له لم أسقه وأنا منطلق فأسقيه. قال فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه فأخذ يدنو من حسين قليلا قليلا. فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن أوس ما تريد يا ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذته رعدا. فقال له صاحبه يا ابن يزيد والله إن أمرك لمريب والله ما رأيت منك في موقف قط مثل شيء أراه الآن ولو قيل لي من أشجع آل الكوفة رجلا ما عدوتك فما هذا الذي أرى منك؟ قال الحر إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار ووالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرق. ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين عليه السلام وقال له جعلني الله فداك يا ابن رسول الله أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبدا ولا يبلغون منك هذه المنزلة. فقلت لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني خرجت من طاعتهم وأما هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض عليهم ووالله لو ظننت أنهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك وإني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي ومواسيا لك بنفسي حتى أموت بين يديك أفترى ذلك لي توبا؟ قال عليه السلام نعم يتوب الله عليك ويغفر لك ما اسمك؟ قال أنا الحر بن يزيد. فقال عليه السلام أنت الحر كما سمتك أمك أنت الحر إن شاء الله في الدنيا والآخرة. ثم تقدم عمر بن سعد فرمى نحو عسكر الحسين عليه السلام بسهم
وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. وأقبلت السراب من القوم كأنها المطر. فقال عليه السلام لأصحابه قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. وكانت الحملة الأولى على معسكر الحسين، فحمل عمرو بن الحجاج في ميمنة جيش عمر بن سعد من نحو الفرات، فاضطربوا ساعة وما ارتفعت الغبرة إلا ومسلم بن عوسجة الأسدي صريع. فمشى إليه الحسين عليه السلام فإذا به رمق، فقال له رحمك الله يا مسلم. فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب بن مضاهر، فقال عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. فقال له مسلم قولا ضعيفا، بشرك الله بخير. فقال له حبيب، لولا أني أعلم أني في أثرك لاحق بك من ساعتي، لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك. فقال له مسلم، فإني أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين عليه السلام، فقاتل دونه حتى تموت. قربيتي يا بن ظاهر منيتي، ما وصيك بعيالي وبيتي، إن جانيتك مثل نيتي بالحسين وعياله وصيتي. فقال له حبيب، لأنعمنك عينا. ثم فاضت روحه الطائرة. ثم هجم شبر بن ذي الجوشن في أصحابه على خيام الحسين، فحمل عليهم زهير بن القين في عشرة من أصحاب الحسين، فكشفهم عن الخيام وقتل بعضهم وتفرق الباقون. ثم برز أصحاب الحسين الواحد تلو الآخر إلى أن حان وقت صلاة الظهيرة، وبقي القتال على أشده حتى انتصف النهار. فكان إذا قتل الرجل والرجلان من أصحاب الحسين يبين ذلك فيهم لقلتهم، ولا يبين القتل في جيش عمر بن سعد مع كثرة من يقتل منهم لكثرتهم. وكان قد قتل من أنصار الإمام عليه السلام أكثر من 40. واقترب وقت زوال الشمس، فقال أبو تمامة الصائدي، يا أبا عبد الله، نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها. فرفع الحسين عليه السلام رأسه ثم قال، ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم هذا أول وقتها. ثم قال عليه السلام، سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. ففعلوا. فقال لهم الحسين بن تميم، إنها لا تقبل. فرد عليه حبيب بن مضاير، زعمت الصلاة من آل الرسول، لا تقبل وتقبل منك يا خمار. فحمل عليه الحسين بن تميم، فخرج إليه حبيب بن مضاير فضرب وجه فرسه بالسيف، فشب ووقع عنه، وحمله أصحابه فاستنقذوه.
ثم برز حبيب يقاتل قتالا شديدا حتى استشهد فهد ذلك الحسين عليه السلام وقال عند الله أحتسب نفسي وحماة صحابي. وكان حبيب من خواص أمير المؤمنين عليه السلام. ولما قتل حبيب أخذ الحرو يقاتل راجلا فحمل على القوم مع زهير بن القين، فكان إذا شد أحدهما فاستلحم شد الآخر واستنقذه ففعل ذلك ساعة. فبين الناس يتجاولون ويقتلون والحر يحمل على القوم مقدما، فبرز له يزيد بن سفيان فما لبث الحر أن قتله قتلا واستبسلا بضربهم بسيفه وتكاثروا عليه حتى استشهد رضوان الله عليه، فحمله أصحابه ووضعوا بين يدي الحسين وبه رمق، فجعل الحسين يمسح وجهه ويقول أنت الحر كما سمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا وأنت الحر في الآخرة. وصلى الحسين عليه السلام بأصحابه صلاة الظهر، فوصل إلى الحسين سهم فتقدم سعيد بن عبد الله الحنفي ووقاه بنفسه وما زال ولا تخطى حتى سقط إلى الأرض وهو يقول اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام وأبلغ ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصر ذرية نبيك. ثم التفت إلى الحسين عليه السلام فقال له أوفيت يا ابن رسول الله؟ فقال الإمام عليه السلام نعم أنت أمامي في الجنة. ثم قضى نحبه رضوان الله عليه فوجد به 13 سهما سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح. ثم قال الحسين عليه السلام لبقية أصحابه يا كرام، هذه الجنة فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم، فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم رسول الله. وجعل أصحاب الحسين عليه السلام يسارعون إلى القتال بين يديه، وكان كل من أراد القتال يأتي إلى الحسين عليه السلام يودعه ويقول السلام عليك يا ابن رسول الله، فيجيبه الحسين عليه السلام وعليك السلام ونحن خلفك، ويقرأ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم تقدم زهير بن القين واستاذن بالقتال ووضع يده على منكب الحسين عليه السلام وهو يقول أنا زهير وأنا ابن القين أذودهم بالسيف عن حسيني. وانبرى يقاتل لم ير مثله ولم يسمع بشبهه، وكان يحمل على القوم بين الحين والآخر حتى وقع صريعا على رمضاء كربلاء. ثم برز برير بن خضير الهمداني إلى الميدان وهو يقول اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدريين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد رسول رب العالمين وذريته الباقين. فقاتلا حتى استجيد رضوان الله عليه،
ولما لم يبق مع الحسين عليه السلام إلا أهل بيته عزموا على الحرب وملاقاة الحتوف، وأقبل بعضهم يودع بعضا، فكان أول من تقدم علي الأكبر بن الحسين عليهما السلام، وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا، فاستاذن أباه في القتال فأذن له، ثم نظر إليه نظرة آيس منه، وأرخى عليه السلام عينيه وبكى محترقا قلبه مضيرا حزنه إلى الله تعالى، ورفع سبابتيه نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا. وصاح عليه السلام بعمر بن سعد: ما لك يا ابن سعد؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم حمل علي بن الحسين عليه السلام على القوم وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. فلم يزل يقاتل حتى ضج الناس من كثرة من قتل منهم، ثم رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة، فقال: يا أبا العطش، قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ فبكى الحسين عليه السلام ودفع إليه خاتمه وقال: خذ هذا الخاتم في فيك وارجع إلى قتال عدوك، فإني أرجو أنك لا تمسي حتى يسقيك جدك بكأس الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يبويا شربة مي الجبد أتقوى ورد للميدان وحدي، يبويا انفطر قلبي وحق جدي، يا العطش والشمس والميدان والحار. فرجع إلى موقف النزال وقاتل أعظم القتال، فاعترضه مروة بن منقذ فطعنه فصرع، واحتواه القوم فأفخنوه طعنا، فنادى بأعلى صوته: يا أبتاه، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بكأس الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول لك العجل، فإنا لك كأسا مذخورا. فصاح الحسين عليه السلام: وولداه، وأقبل إلى ولده، وكان في طريقه يلهج بذكره ويكثر من قوله: ولدي علي، ولدي علي، حتى وصل إليه فأرخى رجليه معا من الركاب ورمى بنفسه على جسد ولده، وأخذ رأسه فوضعه في حجره
وجعل يمسح الدم والتراب عن وجهه، وانكب عليه واضعا خده على خده، وجعل يقول: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول الله. ونملت عيناه بالدموع ثم قال: على الدنيا بعدك الغفام. والله قعد عنده وشايا فهم غمض العين بدم سامح امتر بالخد، متواصل ضرب ورواس نصين حين ضغره على بني وتحسر. يا ابوي يقول: من ولضرب راسك يا نور العين من خمد انفاسك، يا عقضي من ابدر عكوطاسك، يا روحي شلون اشوف انك مطبر. يا ابوي يا من عدل راسك ورجلك، ومن غمض عيونك واسبل ايدك، الله يا نور العين كل سيف الوصل لك قطع قلبي ولا عندي حشاي سدر. ثم طلب الحسين عليه السلام من فتيانه من بني هاشم وقال لهم: احملوا أخاكم. فحملوه من مصرعه وجاءوا به إلى الفسطاط الذي يقاتلون أمامه. ثم برز أبناء عقيل بن أبي طالب وأبناء مسلم وأبناء جعفر بن عقيل، وجعلوا يقاتلون قتالا شديدا، والحسين عليه السلام يقول لهم: صبرا على الموت يا بني عمومتي، لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. فجعلوا يستبسلون في الدفاع عن ابن رسول الله حتى استشهدوا رحمهم الله. وتقدم القاسم بن الإمام الحسن عليه السلام يستأذن عمه للقتال حتى أذن له، فخرج يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. وفيما كان يجول في الميدان ويصول انقطع شسع ناله فانحنى ليصلح، قال: من شهد الواقع؟ فقال لي عمر بن سعد بن نفيل الأزدي: والله لا شدنا عليه. فقلت له: سبحان الله، وما تريد إلى ذلك؟ يكفيك قتله هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه. فقال: والله لا شدن عليه. فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف، فوقع الغلام لوجهه فصاح: يا عمام. فأقبل إلي الحسين وانجلت الغبر، فإذا بالحسين عليه السلام قائما على رأس الغلام، والغلام يفحص برجليه، والحسين عليه السلام يقول: بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك. ثم قال: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت والله كثر واتره وقل ناصره، بك أنادى يا جاسم اشبيدي.
يا ريتي السيف قبلك حاز وريدي هذي لكم تخلوني وحيدي وعلى خيامي يا عمي الخيل تفتر. قال الراوي ثم احتمله فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض وقد وضع الحسين عليه السلام صدره على صدره. قال فقلت في نفسي ما يصنع به؟ فجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين وقتلى قد قتلت حوله من أهل بيته. فسألت عن الغلام فقيل هو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. جاب يوم يدد ما بين خوته بشعي دوم يوالي وهم موت بس ما سمعن النسوان صوت اجت أمة تصيح الله أكبر. أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال. هو الله يا ابني خابت ظنوني ولا مال محل الضيق يا ابني قطعت بيا. ثم إن أبا الفضل العباس عليه السلام قال لإخوته من أبيه وأمه أم البنين وهم عبد الله وجعفر وعثمان تقدموا حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله تقدموا بنفسي أنتم فحاموا عن سيدكم حتى تقتلوا دونه. فكان أول من برز منهم عبد الله وقاتل قتالا شديدا حتى استشهد. ثم برز بعده جعفر ثم عثمان حتى قتلوا في سبيل الله. ولما استشهد إخوة العباس ورآهم صرعى على وجه الصعيد لم يستطع صبرا فجاء إلى أخيه الحسين يستأذنه القتال. فبكى الحسين عليه السلام بكاء شديدا وقال يا أخي أنت صاحب لوائي وإذا مضيت تفرق عسكري فلم يأذن لم. فقال العباس عليه السلام قد ضاق صدري وسئمت من الحياة وأريد أن أطلب ثاري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين عليه السلام فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهب العباس عليه السلام إلى عسكر عمر بن سعد ووعظهم وحذرهم فلم ينفعهم. فرجع إلى أخيه فأخبره وسمع أبو الفضل أصوات الأطفال ينادون العطش العطش. فخرج يطلب الماء ليوصله إليهم وركب فرسه وأخذ رمحه وسيفه والقربة فأحاط به الذين كانوا موكلين بالفرات وأخذوا يرمونه بالنبال فلم يعبى بجمعهم ولا راعته كثرتهم. فكشفهم عن وجهه ودخل الفرات مطمئنا غير أياب لذلك الجمع. ثم اغترف من الماء غرفة وأدناها من فمه ليشرب فتذكر عطش أخيه الحسين وعطش أهل بيته وأطفاله فرمى الماء من يده وقال يا نفس من بعد الحسين وني وبعده لا كنت أن تكوني.
هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أنا شلون أشرب وأخويا حسين عطشا والسكنة والحرى يا وأطفال رضعا ثم ملأ القرب وحملها على كتف ركب جواده وتوجه نحو الخيام مسرعا ليوصل الماء إلى الأطفال فأخذوا عليه الطريق وتكاثروا عليه وأحاطوا به من كل جانب فجعل يصول في أوساطهم ويضرب فيهم بسيفهم حتى كمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة فضربه على يمينه بالسيف فبراها فأخذ السيف بشماله وحمل القربة على كتفه اليسرى وحمل عليهم وهو يرتجز والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. وقاتل قتال الأبطال حتى ضعف عن القتال فضربه حكيم بن الطفيل على شماله فقطع من الزنب فوقع السيف من يد العباس وأخذ القربة بأسنانه وجعل يسرع لعله يوصل الماء إلى المخيم. فلما نظر ابن سعد إلى شدة اهتمام العباس عليه السلام بالقربة صاح بالقوم ويلكم ارشقوا القربة بالنبل فوالله إن شرب الحسين من هذا الماء أفناكم عن آخركم. فقطعوا عليه طريقه وازدحموا عليه وأتته السهام كالمطر من كل جانب فأصاب القربة سهم فأريق ماؤها وجاء سهم فأصاب صدره وسهم آخر أصاب إحدى عينيه فأطفاها وجمدت الدماء على عينه الأخرى فلم يبصر بها فضربه ملعون بعمود من حديد فانقلب عن ضار فرسه وخر إلى الأرض صريعا. فهجم عليه القوم بأسيافهم فنادى برفيع الصوت أخي أبا عبد الله عليك مني السلام. فأدركه الحسين وبه رمق من الحياة فلما رآه الحسين صريعا على شط الفرات بكى بكاء شديدا فأخذ رأسه الشريف ووضعه في حجره وجعل يمسح الدب والتراب عنه ثم بكى بكاء عاليا قائلا الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يا اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا اخويا الكل الهموم. يا اخويا استوحداني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغار. ثم انحنى عليه واعتنقه وجعل يقبل موضع السيوف من وجهه ونحره وصدره ثم فاضت نفس العباس المقدسة ورأسه في حجر أخيه
وقد ترك الحسين عليه السلام أخاه العباس في مكانه، وقام عنه بعد أن فاضت نفسه الزكية ولم يحمله إلى الفسطاط الذي كان يحمل القتلى من آل بيته وأصحابه إليه. يا أخويا يا حسين خليني بمكاني، يقيل ليش يا زهرة زماني، يقيل لي وعديت سيكنا تراني، ما يوم استحي منها من الصدور. وعاد إلى المخيم فاجتمعت النساء حوله وجعلن يبكين العباس عليه السلام ويندبنه، والحسين عليه السلام يبكي معهن. ولما بقي الحسين عليه السلام وحيدا فريدا قد قتل جميع أصحابه وأهل بيته، ورآهم على وجه الأرض مجزرين كالأضاحي، ولم يجد أحدا ينصره ويذب عن حريمه، وهو إذ ذاك يسمع عويل العيال وصراخ الأطفال. عند ذلك نادى بأعلى صوته: هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء والعويل. ولما عزم الحسين عليه السلام على ملاقاة الحتوف جاء ووقف بباب خيمة النساء مودعا لحرمه مخدرات الرسالة وعقائل النبوة، ونادى: يا زينب ويا أم كلثوم ويا فاطمة ويا سكينة عليكن مني السلام. فنادته سكينة: يا أبا استسلمت للموت؟ فقال: كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ فقالت: ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. فبكى الحسين بكاء شديدا وقال: هيات لو ترك القطع لغفى ونام. فرفعت سكين صوتها بالبكاء والنحيب، فضمها الحسين إلى صدره ومسح دموعها بكمه، وكان يحبها حبا شديدا، وجعل يقول: سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. ونهض علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وخرج يتوكأ على عصا ويجر سيفا، إذ لا يقدر على حمله لأنه كان مريضا لا يستطيع الحركة. فصاح الحسين عليه السلام بأم كلثوم: احبسيه يا أختاه، لئن لا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. فقال زين العابدين: يا عمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله. فأخذت أم كلثوم تمانعه وتنادي خلفه: يا بني ارجع، حتى أرجعته إلى فراشه. ثم تقدم الحسين إلى باب الخيمة ودعا بابنه عبد الله الرضيع ليودعه، فأجلسه في حجره وأخذ يقبله
ويقول ويل لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى به نحو القوم يطلبونه الماء وقال إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل. فرماه حرملة بن كايل الأسدي بسهم فذبحه وهو في حجر أبيه. ثم قال الحسين عليه السلام أول ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم لا يكن آون عليك من فصيل ناقة صالح، اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالمين. ثم إنه عليه السلام أمر عياله بالسكوت وودعهم ثانيا، ثم تقدم نحو القوم مسلطا سيفه عازما على الشهادة، فدعا الناس إلى البراز فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ثم حمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. قال بعض من حضر المعركة فوالله ما رأيت مكثورا قط، قد قتل ولده وآل بيته وصحبه أربط جأشا منه، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما، ولم أر قبله ولا بعده مثله. ولقد كانت الرجال لتشد عليه فيشد عليها، وكان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، فقصده القوم واشتد القتال، وجعل يحمل عليهم ويحملون عليه، وقد اشتد به العطش، وكلما حملا بفرسه على الفرات حملوا عليه حتى أجلوه عنه، ودنا من الفرات ثانية فرماه الحسين بن نمير بسهم وقع في فمه الشريف، فجعل يتلقى الدم من فمه ويرمي به نحو السماء. ثم عاد إلى الخيمة وودع عياله وآل بيته ثالثا، وأمرهم بالصبر وقال لهم استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. فصاح عمر بن سعد بقومه ويحكم ارجموا علي ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم، وشك سام بعض أزر النساء فدهشن وأرعبن وصحن ودخلن الخيمة وهن ينظرن الحسين كيف يصنع. فحمل على القوم كالليث الغضبان فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه فقتله أو طعنه برمحه فصرعه، والسهام تأخذه من كل جانب وهو يتقيها بصدره ونحره ويقول يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترته،
أما إنكم لن تقتلوا بعدي عبدا من عباد الله فتهابوا قتله بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. ورجع عليه السلام إلى مركزه وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم رماه أبو الحتوف الجعفي بسهم وقع في جبهته المقدسة فنزع وسالت الدماء على وجهه وكريمته فقال اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. ثم لم يزل يقاتل حتى أصابته جراحات كثيرة. ولما ضعف عن القتال وقف ليستريح ساعة فبينما هو واقف إذا رماه رجل بحجر وقع في جبهته الشريفة فسالت الدماء عن وجهه فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه وعينيه إذ رماه لعين آخر من القوم بسهم محدد مسموم له ثلاث شعب وقع على صدره. فقال الحسين عليه السلام بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ورفع رأسه إلى السماء وقال إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. ثم أخذ السهم فأخرجه فانبعث الدم كالميزاب فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأ الدم رمى به نحو السماء وقال هون ما نزل بي أنه بعين الله فلم تسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. ثم وضع يده ثانيا فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان. ثم أعياه نزف الدم فجلس على الأرض فانتهى إليه مالك بن النسر الكندي في تلك الحالة فشتم الإمام عليه السلام ثم ضربه على رأسه بالسيف فامتلأ البرنس دما. قالوا ولما سقط الحسين عن ظهر فرسه وقد أثخن بالجراح قاتل راجلا قتال الفارس الشجاع وشد على الخيل وهو يقول ويحكم أعلى قتلي تجتمعون. ثم إنهم لبثوا نيئة وعالوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض. فنظر عبد الله بن الحسن الصبط عليه السلام وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم فأقبل يشتد نحو عمه فصاح الحسين بأخته العقيلة زينب احبسيه يا أختا. فلحقته زينب عليه السلام وأرادت حبسه ففر من بين يديها وأبى عليها وقال لا والله لا أفارق عمي. وجاء حتى وقف إلى جنب عمه الحسين وبينما هو كذلك إذا جاء أبحر بن كعب وأهوى إلى الحسين عليه السلام بالسيف ليضربه فصاح الغلام ويلك يا ابن الخبيث
أتقتل عمي؟ فضربه أبحر بالسيف، فاتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الجلد، فإذا هي معلقة. فصاح الغلام: يا عمه! فأخذه الحسين عليه السلام وضمه إلى صدره وقال: يا ابن أخي، اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. فرماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فذبحه وهو في حجر عمه الحسين. فرفع الحسين عليه السلام يديه إلى السماء قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا. ومكث الحسين طويلا من النهار مطروحا على وجه الأرض وهو مغشي عليه، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تتكل على الأخرى وتكره الإقدام. فعندها صاح شمر بالناس: ويحكم ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل، وقد أثخنته السهام والرماح، احملوا علي اقتلوا، ثكلتكم أمهاتكم. فحملوا عليه من كل جانب، ولما اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعم، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا، وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قومنا، فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين، صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك، يا غياث المستغيثين ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له، يا دائما لا نفاد له، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. وأقبل فرس الحسين عليه السلام يدور حوله ويلطخ عرفه وناصيته بدمه، ويشمه ويصهل صهيلا عاليا، وأقبل نحو المخيم بذلك الصهيل. فلما نظرن النساء إلى الجواد مخزيا وسرجه عليه ملويا، برزن من الخدور على الخدود لاطمات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرع الحسين مبادرات، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تضلله. وخرجت زينب عليه السلام ومن خلفها النساء والأرامل،
واليتامى من الفسطاط إلى أرض المعركة، وهي تنادي ومحمدا وعليا وجعفرا وحمزة والسيدا، هذا حسين بالعرى صريع كربلا، ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السنج، وانتهت زينب ابنة علي نحو الحسين، وقد دنا منه عمر بن سعد، والحسين يجود بنفسه، فصاحت به: أي عمر، ويحك، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على وجهه. فعند ذلك صاحت زينب بالقوم: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد. ثم صاح ابن سعد بالناس: ويحكم، انزلوا إليه فأريحوه. فنزل إليه شمر بن ذي الجوشن فضربه برجله وألقاه على وجهه، ثم أخذ بكريمته المقدسة فرمقه الحسين ببصره وقال له: أتقتلني ولا تعلم من أنا؟ فقال الشمر: أعرفك حق المعرفة، أمك فاطمة الزهراء، وأبوك علي المرتضى، وجدك محمد المصطفى، وأقتلك ولا أبالي. فضربه بالسيف 12 ضربة، ثم حز رأسه الشريف وإمامه وسيده وغريبه ومذبوحاه وعطشانه ومظلومه وحسيناه.